صباح الفل، الساعة دلوقتي 7، المفروض إن احنا ننزل. عندي سكشن بطنة الساعة 8 وسكشن نسا الساعة 12، ما تقريبا متأخر، بس يعني معتمد إن الدكتور يبدأ متأخر إن شاء الله. برضو خد النهاردة أول يوم طبعا في الترم، وعلى فكرة أنا لسه عارف النتيجة بتاعتي امبارح قبل ما أنام، بس متأخر جدا يعني حتى مامتي لسه متعرفش. الحمد لله التقدير مش احسن حاجة، بس انا راضي يعني كويس، احسن من الترم اللي فات. ان شاء الله الترم اللي جاي يبقى احسن. الاجازة دي فيها شوية حاجات كده اتغيرت، بدأت اعمل شوية حاجات جديدة، ناوي ان شاء الله اكمل عليهم في الدراسة، بس يبقوا بتايم او يبقوا مترتبين شوية، لان الموضوع كان عشوائي جدا يعني. الحمد لله رجعت اقرأ، رجعت انزل الجيم، عملت لنفسي جدول كده اللي هو بعمله كل ترم ده، بس ان شاء الله مش عليه الترم ده، يعني هو عشوائي جدا فمش عايز اقوله لكم. كان نفسي اعمل جدول اللي هو انزله لو حد عايز يستخدمه غيري، بس ما عرفتش بصراحه. بس فالتايم هيبقى مزنوق جدا، فحاول مثلا اقرا في المواصلات. طبعا الحاجات دي ما كنتش بعملها قبل كده، بس لسه ابدا احاول اعملها قدام يعني. حاول استغل وقت المواصلات ده في شويه حاجات كده، لان ما فيش وقت. عندي النهارده ساعتين فاضيين بين السكشنين، ممكن اروح فيهم المكتبه برضو واخلص شويه حاجات، بعمل شويه كونتنت كده على انستجرام بخلصه، ممكن برضو اروح اخلصه هناك. لسه يعني هنشوف ايه اللي هيحصل النهارده ان شاء الله. طبعا انا كان ممكن اريح بالي واروح من امبارح، الصار انسان بيحب التعب، اروح يعني كفر الشيخ بدل ما اسافر النهارده. عامه انا سبت السكن لانه كان مشاكله كتير جدا ومعرفناش نحلها يعني، وغالبا مش هسكن يعني من المنصوره واروح جامعتي في كفر الشيخ ساعه مثلا او حاجه، فعلى الله يعني. هبقى احكي لكم عن مغامرات السكن لسه. المهم عشان ما يتأخرش هنقوم نلبس دلوقتي ونروح. يلا بينا. طيب يا شباب، انا كنت عايز اكلمكم عن المكتبه المركزيه. طبعا هو في نسبه كبيره من اللي بيشوفوا الفيديو ده معايا في نفس الجامعه، جامعه كفر الشيخ. هي المكتبه مكانها في المبنى الرئيسي في الجامعه اللي جنب البوابه الرئيسيه. هي بتفتح من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 2 الظهر، ممكن الميعاد ما يبقاش مناسب، بس هو لو عندك وقت فاضي من المحاضرات فهي مكان حلو جدا للمذاكره، بندخلها بالكارنيه بس. طبعا المكتبه فيها كتب كتير جدا، لو انت محتاج اي مرجع او بتعمل اي بحث علمي او ريسيرش غالبا هتلاقي المرجع اللي انت عايزه هناك. انا بروح المكتبه من سنه اولى، بس الحقيقه الترم ده الكتب مترتبه بشكل احسن، فانت ايا كانت كليتك هتلاقي قسم فيه الكتب الفيلد او المجال بتاعك. طبعا ده غير ان انت لو عندك اي تاسك عايز تخلصه فنسبه الازعاج هناك هتبقى 0%. انا حسيت ان في ناس كتير ما تعرفش ان في مكتبه اصلا، فحبيت اقول لكم. مفيش حد والله. فاجأ اصل يا اسطى كان في الامتحان بيلعب على ايه؟ عملت ايه في
قالتش عليه ما بيعرفش يتكلم قرروا ياخدوه معاهم وده لانهم ما يقدروش يسيبوه نايم في الشارع لوحده. مساء الفل، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المفروض الساعة دلوقتي 6:30، داخل السكشن الصبح. اول حاجة تتقال لي انت جاي تعمل ايه؟ كنت رايح متأخر، كنت داخل السكشن الساعة 8، داخل السكشن الساعة 9. الدكتور قالت لي انت جاي تعمل ايه يا ابني؟ انا جاي اعمل ايه فعلا؟ مش عارف، في بس شوية حوارات تبع السكن اللي بسيبه. ان شاء الله بكرة هيبقى عندي محاضرتين او 3 محاضرات الساعة 9، يعني ممكن انزل من 7 كده، فهحتاج انام بدري شوية. هيبقى عندي من 9 لحد 2 الظهر تقريبا، هيبقى يوم طويل برضو. المفروض ان انا دلوقتي اذاكر 2 ساعة كده. انا الحمد لله اكلت اتغديت، المفروض اقعد 2 ساعة كده واروح الجيم. اشرب بس كوباية الشاي دي مع بعض ونقعد نذاكر لنا شوية. بس مش عارف، اصلا مش معايا كتب، فلسه بقى اشوف هل الحاجات اللي هنخدناها النهارده دي ليها كونتنت قديم. لسه يعني هنعرف مع بعض. عملت انا يا جدعان حاجه؟ انا الحمد لله مبدئيا مشيت النهارده على الجدول اللي انا حاطه بالنسبه حلوه. يعني عملت البتاع دي، هي كانت موجوده يعني على بنترست بس ما كانتش بكواليتي حلوه، فرجعت يعني واخد الفكره بس انا اللي عملتها تاني. المفروض ان هو مش عارف اخرج كده. المفروض ان هي دي هابت تراكر زي مثلا القران مثلا، بس هنا ما بايظ الدنيا بايظه مني شويه. فاليوم اللي بعمله ده لكل شهر، فاليوم اللي بعمله بعلم جنبه، فلذيذه يعني حلو مبسوط منه. لو حد عايزها يقول لها ابعتها له يبقى يطبعها. يعني المفروض ان الترم ده اسهل شويه من الترم اللي فات. هي الدفعه اللي قبلنا اللي هي سنه رابعه، الترم الاول بتاعهم كانت الدنيا صعبه شويه والتقديرات كلها كانت مش احسن حاجه. اخر ترم او يعني من اخر الترمات اللي هو في فرصه كبيره انك تجيب فيه تقدير كويس، فاتمنى ان شاء الله كده ربنا وفقنا. يعني هي بس الدنيا لسه مش واضحه، لسه بفكر اسكن ولا مش هسكن. هيبقى في اجازات كتير وهيبقى في رمضان، بس ان شاء الله خير. المهم دكتور النهارده في السكشن كان بيرسم حاجه كده، فبيقول ايه بقى، كان بيقول انا طبعا مش هعرف ارسمها 3D، معتصم بقى ممكن يرسمها هو، يعني انا عارف انها ترسم وبتاع. دكتور حبيبي، والله انا مرسمت اللي بقالي شهرين، الواحد زعلان يعني. ان شاء الله ناوي بعد كده باذن الله الفلوج الجاي او في الفلوجات الجايه يعني احاول ارسم في الفلوجات، لان انا فعلا ما برسمش من زمان. في حاجات كتير قوي عايز ارسمها، يعني انا لما بتيجي في بالي حاجه عايز ارسمها بكتب انا عايز ارسم كذا 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 عشان ما انساش. فالحاجات موجوده والصور اللي عايز ارسمها موجوده، بس مش عارف ليه ما برسمش. والاقلام والله موجود، الاقلام ورا الكاميرا بالظبط، بس عادي بقى. هنرجع كل فترة كده ببعد شوية عن الرسم، بس هو مش طبيعي قوي يعني، عشان طبعا الرسم ممارسة، بس انا محدش باخد كل حاجة بقى، فاهم؟ الحمد لله. عندي النهاردة تمرين الظهر عشان الناس اللي بتتكلم في ظهري. انا بلعب بروس بلت، بلعب كل يوم يعني، بنزل الجيم المفروض 5 ايام في الاسبوع، بلعب بنش وبلعب باك وبلعب شولدرز وبعد كده بلعب ليجز، ده 4 ايام او بلعب ارم ودراع، وبريح يومين في الاسبوع. فالمفروض النهارده عندي ظهر، بحاول اصور لكم يعني جزء من التمرين. هو بس حوار الاكل لسه بظبطه، انا اصلا يعني جزء كبير من ان انا مش عايز اسكن حوار الاكل ده، لان الاكل عامل مشاكل. الاكل غالي زي ما انتم طبعا عارفين، واحنا كنا بنعاني لما كان الاكل رخيص، فمش عارف هو مش رخيص بس هو الاكل بقى بضعف والفلوس ثابته، بس الحمد لله يعني. والله الحمد لله. هنقول ايه بس؟ الحمد لله. نشرب شاي بس يا جدعان، فعشان الوقت ما يسرقنيش يعني، كنت عايز بس اقول حاجه. انا كنت منزل ريجل كده على انستجرام من اللي هو الاسبوع اللي فات يوم الخميس بالظبط، يعني انا فرحان جدا والله بالكومنتات اللي جت، كلها كل الكومنتس اللي جت شكرا شكرا يعني. يلا هنذاكر شوية عشان نروح الجيم مع بعض. يلا بينا.
to me like بس كده يا جدعان، تقريبا اليوم خلص. بس انا قلت اخلص كل الكرياتين معاكم. يعني انا للاسف كده رجعت دي تامن تمرينه كانت النهارده، بس لسه ما وصلتش لاوزاني، بس بقرب يعني. شوية الكرياتين اللي وقع دول ممكن مثلا ب50 جنيه. المهم يا جدعان، لو وصلتوا لآخر الفيديو فأنا بحبكم، وشكرا على الكومنتات والحاجات اللطيفة اللي بتبعتوها. بس وبوسة، تصبحوا على خير.